تمام. احنا كنا بنتكلم عن اول حاجه اتكلمنا عن الروت ان هو ملوش اباء، وبعد كده الانترنال نود اللي هو النود في النص، لا فوق الروت ما لهاش اب، ولا الليف نود اللي هو ما لهاش اب. تمام. بعد كده اتكلمنا عن الانسيستورز اللي هم الاباء بتاع النود نفسها، الكي الانسيستور بتاعها، الاف والبي والاي. تمام. تمام. بعد كده الديبث في النود اللي هو عدد الايدجز اللي واصله فيها لحد الروت، يعني مثلا الديبث بتاع الاف ده واحد، ده ايدج واحد، ده ايدج تاني. تمام. تمام. بعد كده الهايت بتاعت التري اللي هو اطول خط واصل من الروت لحد اخر نود، اللي هو الكي عندك هنا واحد، ده واحد وده اتنين وده تلاتة، يبقى ده الهايت بتاع التري. تمام. والديسندنت اللي هم اسمه ده الابناء بتاع النود، يعني مثلا الاي ديسندنت بتاعهم بقيت التري كلها، عشان دي الابناء بتاعتهم وابناء الابناء لحد ما نوصل للليف نود. تمام. بعد كده السيبلينجز اللي هم الاخوات اللي هو الاف والاي، ليهم نفس الحاجتين الاثنين نود اللي ليهم نفس الروت. تمام. والباث عندك هنا اللي هو الطريق من نود لنود تاني، هنا زي ما هو بيقول من البي للاف للكي، ده باث على التري كلها. تمام. ساعات بيجي يقول لك عرف لي التري، بيقول لك اول حاجه consists of set of nodes and set of edges، زي هنا كده دي النودز بتاعتي ودي الايدجز اللي رابطه بيها. او ساعات تانية بيقول لك hierarchical representation. تمام. عشان هي تقريبا بتبقى شكل هرمي اللي هو الروت، بعد كده النودز الابناء بتاعه كده، بيبقى بشكل هرم. ده بيبقى parent child relationship. تمام. بعد كده ماشي. بعد كده الباينري تري، الباينري تري اللي هو التري يا التشايلدز بتاعتهم، يا بيبقى نود واحده يا اما اتنين نود. تمام. او ات موست تو شيلدرن، دي الاي هنا ليها البي والسي، والسي ليها الاف والجي، والبي ليها الاي والدي. تمام. تمام. الابستراكت تايب ده ما بيجيش. بعد كده عندنا البري اوردر والان اوردر والبوست اوردر. ماشي. اول حاجه هناخد التري دي كلها كده، ناخدها عندنا. وعايزين نعمل لها كده، هناخدها هنا، عايزين نحلها عندنا. تمام. اول حاجه عايزين نجيب البري اوردر. البري اوردر ده بيعرفنا الروت بتاعت التري اني واحده، اللي هو مثلا اللي هو بيبدا اول حاجه الروت الاول اللي هي النود بتاعت الروت، بعد كده الليفت، بعد كده الرايت. ازاي؟ عندك هنا الاي دي اول حاجه اللي هي الروت، هنروح عاملينها كده الاي، وبعد كده الليفت بتاع النود اللي هي البي. تمام. وبعد كده الليفت بتاع البي اللي هي الدي، وبعد كده الرايت بتاع البي اللي هي الاي. تمام. بعد كده هنرجع بقى للرايت بتاع النود نفسها اللي هي الاي.
عندنا ال C تمام، ال C هنطبع الروت بتاعتها وبعد كده ننزل للليفت وبعد كده الرايت اللي هو ال F وبعد كده ال G. تمام كده واضحة ال pre order؟ تمام. بعد كده ال in order، الان اوردر الترتيب بتاعهم ليفت بعد كده النود وبعد كده الرايت ماشي. فاول حاجه هنبدا بالروت، هننزل للليفت اللي هي البي، عندك هنا الليفت بتاعها اللي هي البي، هننزل للليفت كمان نروح طابعين الدي كده دي وبعد كده نطلع للنود نفسها اللي هي البي وننزل للراي بتاعها اللي هي الاي كده البي، ننزل للراي بتاعها اللي هو الاي. بعد كده احنا كده خلصنا الليفت بتاعت الاي، نروح طابعين الاي بعد كده ننزل للرايت تمام كده الاي اهي اللي هي النود، بعد كده ننزل للرايت الرايت نجيب الليفت بتاعه الاول وبعد كده النود اللي هو الليفت بتاعه اللي هو الاف وبعد كده النود اللي هو السي تمام. تمام قصدي بعد كده الجي تمام بعد كده السي وبعد كده الجي كده تمام. ساعات بقى بيجي يقول لك في الامتحان يديك البري اوردر والان اوردر ويقول لك ارسم لي التري نفسها زي مثلا السؤال ده. اللي هو ده ناخد كوبي تمام اللي هو ده تمام كده واضحة. أول حاجة بيقول لك أنا عندي البري إكزام فان فان تمام، والإن أوردر ماكس ماف X U E N تمام. حد يعرف هنجيب الروت التري نفسها ازاي؟ عبد الرحمن ماني معايا شباب ولا ايه؟ شباب تمام. عندك بقى اول حاجه هعرفها من البري اوردر ده ايه. الاول حاجه انا ببدا بالبري اوردر بالروت نفسه اللي هي الاي تمام. انا كده عرفت ان الروت بتاع التري اللي هو الاي. بعد كده هنزل في الان اوردر اشوف الاي دي اللي على يمينها هو اللي هيبقى على يمين الروت على يمين الروت وبعد كده اللي على شمالها هو اللي هيبقى على شمال الروت. فعندنا هنا دي هتحدد لي ان الان هتبقى هنا في الرايت وبعد كده الباقي هيبقى في الليفت. نيجي على الباقي اللي هو بعد كده تاني روت هيبقى في المسألة اللي هو الاكس. نشوف الاكس دي اللي على يمينها هيبقى هو يمين الاكس واللي على شمالها كله هيبقى شمال تمام. اروح نازل على الاكس
اللي على يمينها اللي هي الايه؟ اللي هي اليو. تمام؟ واللي على شمالها اللي هي الماث. بس انا دلوقتي لسه ما اعرفش هتحطه ازاي، فهرجع تاني لبقيه البري اوردر اللي هي الايه، اللي هي هتنزل هتبقى روت، وهيبقى يمينها الاف وشمالها الايه الام. اهو انزل كده عندك الايه اللي على يمينها الاف واللي على شمالها الام. كده انا رسمت التري اللي هو عايزه. هو بيقول لك هنا درو باينري تري الان اوردر اللي البري اوردر بتاعها كذا والان اوردر بتاعها كذا. كده واضحه يا شباب؟ تمام تمام بعد كده البوست اوردر بتاع التري اللي هو اول حاجه بجيب الليفت، بعد كده الرايت، وبعد كده الروت نفسه اللي هو الام. تمام؟ لو عايزين نجيب مثلا البوست اوردر بتاع التري دي اللي هي عندنا اللي احنا لسه رسمينها، اول حاجه هجيب الليفت خالص، هنزل عند الليفت، هنزل افضل انزل الليفت ليفت لحد ما اوصل لاخر حاجه في الليفت اللي هي الام. بعد كده هجيب الرايت بتاع التري الصغيره دي سب تري اللي هي الاف. تمام؟ بعد كده هجيب النود بتاع اللي هي الايه. كده اول حاجه. بعد كده هنطلع فوق هنا. عندنا احنا جبنا الليفت بتاع الاكس. نجيب الرايت الاول اللي هو اليو. وبعد كده الروت اللي هو الاكس. بعد كده عندنا هنا جبنا الليفت بتاع الاي. عايزين نجيب الرايت بتاع الاول وبعد كده الاي نفسها اللي هو الرايت اللي هو الام والنود بتاعتها اللي هي الاي. تمام كده دي ثلاث انواع، بري وبوست وان اوردر. اول حاجه البري يبقى النود في الاول، وبعد كده تاني حاجه الام الروت في النص، بعد كده البوست اوردر الروت في الاخر. تمام تمام بعد كده الريكيرجن. الريكيرجن ده من المسائل اللي اغلبيه الناس بتسيبها في الامتحان، اللي هو بيقول لك لا انا ده عليه درجه قليله انا اسيبه في الامتحان. فلازم يعني نركز فيه عشان الامتحان نفسه بيبقى طويل قوي، فعلى الاقل نضمن الدرجات اللي هي صغيره درجه على درجه هتخلينا نجيب درجه كويسه ان شاء الله. تمام؟ الريكيرجن هو ان انت بتقسم المشكله عندك لمشكلات صغيره، وكل مشكله بتجمعهم سوا. تمام؟ بتجمع جبت حل لاصغر حاجه، بعد كده بتجمع الحلول مع بعضها. زي مثلا لما انا ببقى عايز اعمل عندي ليست. تمام عندي ليست كده 1 5 2 3 بعد كده 7. تمام فكره الريكيرجن ان انا في الديفايد اند كونكر لو لما اخدناها قبل كده، ان هي بتقسم الليسته دي للليستات، كل ليست لاصغر حاجه منها. اول حاجه انا عندي 1 2 3 4 5 5 على اسمه ده على الاثنين فيها الاثنين عشان دي اسمه انت. تمام فانا هقسم 2 الاول، هيبقى اهو قسمت المشكله الكبيره عشان اعمل لها سورت لمشكله عندي 1 5 ليست لوحدها، وبعد كده 2 2 و3 7 في لستة تانية لوحدها. تمام هاجي اقسم دي، اقسم عندي واحد لوحده لستة،
والخمسة لوحدها في ليست. عندي هنا التلاتة على الاتنين فيها الواحد، عندنا الاتنين هتتقسم لوحدها، وبعد كده التلاتة والسبعة هيبقوا في ليست على بعضها. تمام، وبعد كده التلاتة والسبعة كل واحدة لوحدها. تمام، هبتدي بقى أجمع. أجمع إيه؟ هو كده دي مترتبة، راح أجمعهم في ليست مع الاتنين. هروح أعملهم كونكر كده مع التلاتة والسبعة، يبقى اتنين وتلاتة وسبعة. فأنا وصلت لأصغر حاجة من المشكلة، وبعد كده بعمل السورت بتاعي. هروح واخد ال اتنين وتلاتة والسبعة دي مع الواحد والخمسة، هرتبهم ازاي؟ عندي هنا الليست اهي، اللي هي الخمسة مع الواحد هيترتبوا مع بعض كلهم في ليستة واحدة، اللي هي واحد اتنين تلاتة خمسة بعد كده سبعة، كلهم يبقى في ليست على بعضهم. فأنا قسمت المشكلة اللي عندي مشكلة أصغر، كل مشكلة لحد ما وصلت لأن وصلت المشكلة نفسها لأصغر حاجة، خليت كل إليمنت لوحده في مكان. تمام، هنا في السلايدز بقى مركز على إن هو عايز يعمل جنرال فور للميثود، عشان لما أجي أشوفها مش على حسب إنبوت معين داخلي، على جنرال فورم تقول لي الكومبلكسيتي بتاعت الكود ده قد ايه. تمام، دي الريكيرجن ميثود بتنادي نفسها كذا مره، زي ما شفنا هنا ان هي الميثود نادت الاري نفسه كل مره بتقسمه لتقسيمه اصغر من اللي قبليه. تمام، لحد ما بوصل للبيس كيس. البيس كيس هنا كان عندي ان الاليمنتس نفسها تكون الليست لوحدها تكون السايد بتاعها واحد، انا كده قسمتهم كلهم لحد الاخر. تمام، هنا بقى بيقول لك انا عندي ميثود اهي، اول حاجه بيقول لك اف ان الان اصغر من واحد اكبر من واحد هنادي نفسي لان ماينس 1، اللي هي الحته دي تي اوف ان التايم اللي هتاخده عشان تنادي نفسها لكل مره t of n minus 1 زائد التايم اللي هي هتجمع نفسها فيهم اللي هو ال 1 بتاعها. تمام، نيجي نحل بقى مسألة زي دي. تمام، هيجي هنا يقول لك t of n equal t of n minus 1 plus c. تمام، ماشي، هاجي بقى انا عايز اجيب ال تي اوف ان ماينس 1، هروح عامل هنا كده اقسم الدنيا، هروح جاي كده اجيب ال تي اوف ان ماينس 1 دي بتساوي ايه؟ كل مره انا بنقص واحد فهتساوي تي اوف ان ماينس 2 بلس سي. تمام، بلس سي كده هاخد ده. دي الطريقة دي اسمها باك سبستيوشن. تمام، ان انا بجيب حل وارجع اعوض بيه في المسألة الأساسية اللي هو ايه؟ اول حاجة انا عندي دلوقتي السي دي لوحدها خلاص، القيمة دي هي بتساوي القيمة دي اللي هي عامل لها قوس كده تي of n minus 2 plus c. تمام، دي كلها قيمة ال t of n minus 1 زائد ال c اللي عندي. تمام، بعد كده ال t of n minus 2 واخد قيمتها نفسها وعوض بيها t of n minus 3 بلس سي. اروح حاطط مكان هنا وكده، ده القوس اهو الاولاني
بعد كده افتح قوس لل t of n minus 2 t of n minus 3 plus c. تمام، دي كده ال t of n minus 3 minus 2 زائد c اللي هي دي. تمام، زائد في الاخر خالص ال c اللي هي دي. تمام، بنجيبها تقريبا ثلاث او يعني من اربع مرات، دي اخر واحده ماينس 4 بلس سي. تمام، هرجع اعوض بيها هنا، دي القوس بتاعها، دي القوس بتاع ال t of n minus 3 اللي هي t of n minus 4 بلس سي، هقفل القوس بتاعها كده، بلس سي اللي هو القوس الكبير، بعد كده بلس سي كده 3 سي مع السي الاخرانيه يبقى 4 سي. تمام، هنيجي بقى، مش هنفضل ماشيين كده لحد ما لا نهايه، لا لازم نفترض ان احنا وصلنا لستيب معينه عندها ان احنا هنقف. تمام تمام، عندنا دلوقتي ال c زائد c زائد c زائد c يبقى كام c؟ 4 c. تمام، انا كل ما يعني ده ثابت، كل ما بزود c كل ما الاربعه دي بتزيد. فانا هفترض ان انا وصلت لستيب اسمها k، تمام، فانا عندي مشيت كي ستيب، فكل مره بزود السي هتبقى كي سي. تمام، بعد كده هنا زائد تي اوف ان، انا في كل مره هطرح اسمه ده ان ناقص 5 ان ناقص 6 ان ناقص لحد ما اوصل للكي بتاعتي ان ماينس كي. تمام، عندنا هنا في السؤال عندنا هنا بيقول لك ان البيس كيس بتاعتي اللي هي الالس هيريتيرن 1، يعني التي اوف ان ماينس كي بتساوي 1، يعني الان ماينس كي بتساوي 1. تمام، اروح جاي معوض كده ان ماينس كي ايكوال 1، هروح ودي الكي الناحيه دي والواحد يرجع مكانه، هتبقى الكي بتساوي ان ماينس 1. تمام، ده يقول لي ايه بقى؟ ده يقول لي ان التي اوف ان نفسها اللي انا عايز احسبها بقى، انا عايز احسب اسمه ده فانكشن في الانبوت سايز بس، ملهوش علاقه باي فاريبل تاني. تمام، عندك دلوقتي t of n بتساوي n minus n minus 1 اللي هو انا عوضت ال k عوضت عنها ب n minus 1. تمام، السالب ده هيتضرب في السالب ده يبقى موجب، يعني هنا plus 1 وهنا ال n هتطير مع ال n. تمام، plus ال n minus 1 او بلس n minus 1 في c. تمام، واضحه كده؟ تمام، فعندي هنا ال t of n ال time اللي انا هاخده عشان اجيب الميثود كلها بقى، عندي هنا 1 زائد n c ماينس سي. تمام، فلما انا كنت باجي كان عندي هنا ده واحد وده كونستنت، فكنت بختار اكبر حاجه فيهم اللي هي الان. تمام، فالكومبلكس بتاعتي هنا هتبقى او اوف ان
عشان انا اخترت اكبر حاجة ما بينهم هما التلاتة. تمام؟ واضحة يا شباب؟ تمام. دي أول مسألة، الكومبلكس بتاعتي O of N نفس الكلام. تمام؟ بعد كده بقى عندي، قال لك أنا عندي الميثود نفسها اللي هي كده if n greater than 1 يبقى عندي هينادي n زائد إيه اسمها ده كومبلكسي O of N مثلا، لو الميثود نفسها O of N هتبقى A of A of N قصدي يبقى A of N minus 1 هتبقى كده. else هي return 1 تمام. دي الميثود بتاعتي، هبدا بقى اجيب لها الريكرنس ريليشن بتاعي قصدي اللي هي الريكيرجن بتاعها، اشوف الكومبلكس بتاعته قد ايه. عندي هنا n وعندي هنا t of n minus 1 تمام. هنيجي كده نحلها هنا تمام، تبقى ال t of n تساوي n زائد t of n minus 1 تمام. انا كل مره بنقص ال n دي وبنقص ال n دي تمام. عندي في اول مره عندك هنا m زائد هروح واخد دي اعوض بيها t of n minus 2 equal n minus 1 زائد t of n minus 2 تمام. هرجع اعوض بيها هنا هتبقى بتساوي ده يرجع نعوض بيه كده بتساوي n زائد n minus 1 زائد t of n minus 2 تمام. هرجع اجيب قيمة t of n minus 2 equal n minus 2 تمام زائد t of n minus 3 تمام. وارجع اعوض بيه هيبقى عندي هنا n زائد n minus 1 زائد n minus 2 زائد t of n minus 3 تمام. هاخد t of n minus 3 اعوض بيها برضه هتبقى n minus 3 زائد t of n minus 4 تمام. هيبقى عندي هنا ايه n زائد n minus 1 زائد n minus 2 زائد t of n زائد n minus 3 زائد t of n minus 4 تمام. فانا هنا المتغير ده كل مره بيتغير، فهنبتدي بقى عند الستيب كي بقى بتاعي الستيب اللي هنقف عندها ستيب كي تمام. عندي هتبقى ايه؟ هتبقى عندي ال t of n هتبقى بتساوي n زائد n minus 1 قصدي عند step k هتبقى ال n minus ال k تساوي 1 يبقى ال k equal n minus 1 تمام. هنفضل ماشيين كده في الستيب لحد لحد n minus k تمام.
هاجي اعوض بقى بال n minus k دي، عشان عندي k دلوقتي n minus 1، هتبقى n minus n plus 1، عشان ال اسمه ده العلامه هتضرب في السالب فهيبقى موجب. تمام، عندك هنا ال n هتطير مع ال n، وهنا 1. المره اللي قبليها هزود عليها 1، هزود عليها 2، لحد ما اوصل لل n. دي حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها تمام arithmetic series. الarithmetic series دي اللي هو لو عندي مثلا اعداد، عدد من الاعداد الفرق ما بينهم، قصدي الرقم بيزيد عن اللي قبله بقيمه ثابته. يعني دلوقتي الواحد بيزيد عن الاثنين بواحد، اثنين بيزيد عن الثلاثه بواحد، الثلاثه بيزيد عن الاربعه بواحد. فدي عندي عدد من الاعداد الفرق ما بينهم واحد. فاول حاجه انا دلوقتي عندي n element، فالقانون بتاعها ايه؟ القانون بتاعها ان انا اجيب السايز بتاعهم تمام تايمز اول حاجه عندي اللي هي ال n، اللي هي ال n اللي هو السايز بتاعهم، اللي هي اول حد في الارقام دي كلها، في جمع الارقام كل مره بجمع لحد ما اوصل ل n minus k. عندي هنا ال n minus 1 اللي هو الحد الاخراني، قصدي بلس 1 معلش، على ال n، على الواحد، على تمام على الواحد الحد الاخراني. تمام، فعندي هنا ال n هتتضرب في n اللي هو ده n السايز بتاعي n في n بلس 1 على على الاثنين مش الواحد. تمام، هنا هتتضرب ال n في ال n، هتبقى n سكوير زائد n على الاثنين. فالكومبلكسي بتاعتي هنا بختار اكبر واحده، الاثنين دي مش هتفرق معايا عشان ده يعتبر كونستنت، فبختار اكبر واحده ما بين ال n وال n سكوير. تمام، فالكومبلكسي بتاعتها هتبقى n سكوير. تمام، بعد كده ده لو جالي جمع او طرح، انما لو جالي ضرب وقسمه يا اما نحلهم بالباك سبستيوشن، بس بتبقى صعبه قوي ان انت تحل بالباك سبستيوشن، يا اما بقى بتحلهم بالماستر ثيوري. الماستر ثيوري دي او اي حاجه يجي لك فيها اسمه اللي هو مثلا اللي هي بتبقى تي اوف ان اسمه ده على الاثنين مثلا بلس ان او بلس سي، فاول ما الاقي الحته دي مقسومه استخدم الماستر ثيوري. انا عندي ثلاث حاجات، ثلاث قوانين ثابتين. اول حاجه بيقول لك دي اهي قيمه اللي هي هنا تي اوف ان، زي ما كنا قايلين تي اوف ان على الاثنين مثلا زائد اف اوف ان مثلا اللي هي دي طالعه ان. تمام، بيقول لك ان انا قسمت المشكله بتاعتي لمشكلتين قد بعض. يعني انا مثلا لو عندي اربعه وعندي عايز اقسمه، فقسمت الاثنين واثنين تمام. او مثلا لو انا اقول قسمت المشكله بتاعتي اسمه ده الاربع مشكلات، هقسمها لكل واحد هياخد واحد، واحد هنا وهنا واحد وهنا واحد وهنا واحد. فهي دي بيقول لك ان انا عندي مشكله قسمتها لاربع مشكلات، كل مشكله قد الثانيه، وجمعتهم في تايم ان. فاول حاجه بيقول لك لو الاي اللي هي المعامل بتاع الان التي دي او بواحد او باثنين اكبر اصغر من البي اس دي، البي اللي هي الاربعه دي، اس دي اللي هو الاس اللي بيبقى فوق الاثنين. تمام، اللي هو ازاي؟ اللي هو عندك في المساله قاعدين مثلا امتحان تمام، تمام عندك هنا نجيب المسألة دي مثلا
تمام. اول حاجه عندي مساله اهي، دي الـ A ودي الـ B، وهنا الاس الـ A ده، ده هنا بيبقى فيه اس واحد عشان ما عشان هي عشان تبقى تفضل ان زي ما هي هنا بواحد. اول حاجه هقول له كده، هقول له ان الـ A بتساوي 4 والـ B بتساوي 2 والـ D بتساوي 1 اللي هو الأس بتاع الـ N، تمام. فعندك هنا هقول له إن الـ A، الـ A دلوقتي 4، 2 أس 1 بـ 2، فالـ A أكبر من الـ B أس D. هروح شايف هنا راجع على القانون، هو الـ A أكبر يبقى N أس لوج A للبيز B، اللي هي إزاي؟ اللي هي كده تبقى إيه؟ N أس لوج الأربعة للبيز 2، تمام؟ وأجيب قيمتها على طول على الآلة الحاسبة، N أس 2، تمام؟ ودي أغلبية الناس هما يعني بيخشوا يحلوها. تاني واحدة عندك هنا الـ T of N بتساوي T of N minus 1 زائد 5، تمام؟ هاجي كده أجيب الـ T of N minus 1 هعوضها هنا، هتبقى T of N ماينس 2 زائد 5، تمام. واروح راجع اعوض بيها هنا، تبقى تي اوف ان ايكوال تي اوف ان ماينس 2 دي كده اهو، تي اوف ان كلها ان ماينس 1 دي، تبقى تي اوف ان ماينس 2 زائد الخمسه، تمام. بعد كده زود الخمسه بتاعتي الاساسيه اللي هي هروح واخد دي باك سبستيوشن، عشان انا اخترت ان اعملها باك سبستيوشن عشان لقيتها طرح، لكن لو مقسومه او حاجه بعملها على طول الماستر سير، تمام. هنجيب التي اوف ان ماينس 2 هتبقى تي اوف ان ماينس 3 بلس 5، تمام يا شباب؟ فاهمين ولا يعني بشرح لوحدي ولا ايه؟ طب ثواني كده يا دكتور، هو احنا ليه تي ان ماينس 1 نزلناها ب2؟ الواحد بقت ب2 ليه؟ انا في كل مره بطرح واحد، يعني هي الميثود نفسها بتاعتها اللي هي بتبقى اي اوف ان مثلا، الميثود نفسها بتنادي نفسها كل مره بقيمه اصغر للان، اللي هي لو الان اكبر من الواحد هتنادي نفسها بالقيمه اللي هي الـ A اوف N ماينس 1، تمام. لما تتنادى بـ N ماينس 1 هتروح منادية نفسها تاني لـ N ماينس 2، تمام. واضحة كده ولا ايه؟ لا برضه مش فاهم ليه اتنين برضه يعني كده. ماشي، عندك انت فاهم الفاكتوريال صح؟ ها؟ اه تمام. تمام، الفاكتوريال عندك لما انا كنت مثلا عايز اجيب فاكتوريال 3 كنت بعمل ايه؟ قول لي انت كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل 3 في 2 2 في 1. ايوه 1 ايوه تمام. او كنت بقول 3 في فاكتوريال 2، تمام؟ لما بقى باجي بجيب فاكتوريال 2، 2 في فاكتوريال 1 اللي هو قيمته بواحد، فانا هنا الرقم نفسه كل مره بنقصه واحد، فاهمني كده؟ فهي نفس الفكره، ان انا بنادي الفانكشن نفسها بقيمه اصغر،
لحد ما اوصل لحته معينه تقدر تحل المشكله. يعني انا ما اعرفش فاكتوريال 2 بكام، لكن اعرف فاكتوريال 1 بكام، اللي هي بواحد، لان هي دي ثابته في الماث ان فاكتوريال 1 بواحد. فبوصل لاقل حاجه من المشكله ان انا اقدر اطلع بيها بحل معين اقدر استخدمه بعد كده. تمام كده؟ تمام. تمام. تمام، هنطلع هنا كده فوق. تمام. فأنا عندي هنا أول مرة، أنا عندي تي أوف إن ماينس 1. تمام؟ عوضت عنها زي ما جبت الفاكتوريال 2، فعوضت عنها بإن ماينس 1، بإن ماينس 2 زائد الخمسة الأساسية اللي عندي. تمام؟ وبعد كده جيت عوضت ال n ماينس 2، عوضت عنها ب n ماينس 3. اروح جايب ال n ماينس 3 ارجع اعوض بيها هنا، عشان اسمه باك سبستيتيوشن. لو بستخدم الحاجه وبرجع اعوض بيها هنا. فاول حاجه ده القوس الكبير اللي هو ده. عندي هنا ال t of n ماينس 2 هنشيلها كده، هنشيلها ونعوض بقيمتها اللي هي t of n minus 3 plus ال 5 بتاعتي. تمام؟ اروح حاطط دي في قوس لوحده عشان انا دي قيمه ال t of n minus 2 زائد الخمسه دي. ماشي؟ ده القوس الكبير زائد عندي الخمسه اللي باقي. تمام؟ اروح جايب برضو ال n minus 3 يبقى t n minus كام؟ 4. تمام، minus 4 زائد الخمسة الأساسية اللي عندي. تمام؟ أهو هروح جايب أهو هعوض بيها هنا. أول حاجة ده القوس الأقواس اللي عندي الأساسية اللي هي t of n minus 3، هنعوض عنها t of n minus 4. تمام؟ زائد الخمسة بتاعتها دي حاجة. بعد كده عندي هنا خمسة. تمام؟ وعندي هنا خمسة القوس بتاعها 1 2 3 هنا القوس اهو زائد الخمسه الاساسيه. تمام؟ هنفضل بقى ماشيين، الناس تقول انا اتجننا ماشيين لحد ما لا نهايه. لا، هنفترض ان احنا وصلنا للستيب عشان اللي هي ستيب البيز كيس بتاعتي. تمام؟ هنا في السؤال كان بيقول لك ايه؟ اهو بيقول لك ان اسمه ده ال t of n، n اكبر من الواحد، ولما ال t of n قيمتها بواحد يبقى انا هقف عند الصفر. لما قيمه ال n بواحد تبقى بواحد. تمام؟ فانا هفترض ان انا وصلت لستيب k او ستيب n او ستيب a كده. تمام؟ هقول at step k اوكي. يبقى عندك هنا انا هفضل اطرح لحد امتى؟ يبقى اسمه ده ماينس 4 ماينس 5 ماينس 6 ماينس 8 ماينس 7 ماينس 8 لحد ما اوصل للستيب كي بتاعتي. يبقى هنا n t of n ماينس k زائد انا عندي هنا 5، بعد كده 10، بعد كده 15، بعد كده 20. فانا كل مره بزود كي تايم على الخمسه دي، كل مره بزود خمسه لحد ما ازودها بعدد الستبس اللي انا وصلت فيها للكي اللي هي الكي سي. تمام؟ معايا كده؟ لحد مننا لحد كده في حاجه سقطت؟ حد سقطت مع حاجه؟
ده تمام. تمام، فهروح معوض هنا ال n ماينس k بتساوي كام؟ بتساوي هنا عندك بتساوي 1، عشان هنا لما قال لك تي اوف ان نفسها تي اوف 1 بتساوي 0. تمام، هنروح معوضين كده، هنروح معوض هنودي الكي الناحية التانية ونجيب الايه الواحد هنا، فالواحد هيروح هنا بالسالب والكي هيروح هنا بالمو، الكي يبقى بتساوي ان ماينس 1. هروح واخد اسمه ده ال n ماينس 1 دي بعوض فيها بقى، اجيب ال t اوف n لوحدها من غير اي فاريبل تاني، عشان انا كل ده بدور ان انا اجيب معادله في الانبوت سايز بتاعي بس. تمام، عندك هنا t اوف n ماينس k وده ماينس k قصدي t اوف n ماينس n ماينس 1 كده. انا اخدت الكي وعوضت بيها ان ماينس 1، فالان هتروح مع الان، السالب هيروح مع السالب هتبقى موجه، يبقى هنا واحد زائد الكي هنا هنعوض عنها اللي هو الحته دي تبقى ان ماينس 1 في سي كده اهو، ان ماينس 1 في سي.